تعالوا نشرح ازاي كولر اكتسح فيريرا تكتيكيا في مباراة السوبر وقاد النادي الاهلي لإحراز اللقب بعد الفوز على الزمالك 2-0 3-4-3 الطريقة المعتادة لفيريرا في مواجهة 4-2-3-1 معدلة من مارسيل كولر مختلفة عن اللي كان بيستخدمها سواريش في بداية فترته مع الاهلي او حتى بيتسو موسيماني في النصف الثاني من الموسم الماضي. فيريرا اللي تفوق على النادي الاهلي في نهائي الكاس الماضي كان بيعتمد انه عايز يجبر النادي الاهلي على لعبة واحدة وهي انه يخلي دفاع النادي الاهلي دايما بيوصل الكرة الطولية لرأس الحرب، وبالتالي الكرة الطولية دي في مواجهة ما بين رأس حرب او حتى ايفن لما ينضم له لاعب بلاي ميكر او حتى ينضم له جناح في الاخر هي مواجهة 2-3، وبالتالي نادي الزمالك كان بيستعيد الكرة بسرعة جدا 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 في ماتش فاينل الكاس. النهاردة مارسيل كولر ما عملش كده وما عملش لفريرا اللي هو كان عايزه، وربما فريرا ظن في بعض الاوقات انه لما يضغط ضغط عالي على النادي الاهلي من بدايه المباراه هيمنعه من التمرير السهل ويجبره يلعب كرات طوليه. مارسيل كولر حتى كان برضو حاطط احتياطي لهذا الامر وعنده بلان بي ازاي يطلع من المأزق ده اللي حاول تراب او المصيده اللي حاول فريرا يجور النادي الاهلي. اول 10 دقائق فيريرا فاجئ انه ما بيلعبش زون ديفنس وبدا يضغط على النادي الاهلي بطول الملعب، وشوفنا حتى الشناوي بيحاول يلعب كرات طوليه كده متوسطه عشان يخرج من ضغط العالي اللي عامله لعيبه نادي الزمالك على النادي الاهلي بطول الملعب. بدا النادي الاهلي بعد ربع ساعه يحاول على قد ما يقدر انه يودي الكوره نص ملعب نادي الزمالك يبقى هو رد الفعل، بمعنى ايه؟ نادي الزمالك هو اللي معاه الكوره وبدانا نلعب اللعبه الاخرى. نادي الزمالك السنه اللي فاتت في ماتش 2-2 سايب الاستحواذ للاهلي، ماتش ال 2-1 بتاع فاينل الكاس نادي الزمالك بيجبر الاهلي، كان طبعا بدنيا سيء وكل حاجه سيئه جدا وبيلعب على الكرات الطوليه كمان بعصيب محمد شريف بيلعب عليه حسام حسن، وكان برده بتتلعب بس محمد شريف قبل حتى ما حسام حسن ينزل. النهارده مارسيل كولر بدا يعكس اللعبه، لا خد انت الكوره وانا هضغط عليك واغلطك واخد الكوره واعيد تدويرها والعب و ادور تاني، والنادي الاهلي ابتعد تماما تماما عن فكره لعب الكرات الطوليه لشادي حسين عشان ربما اتعملت مره او مرتين في بدايه المباراه وبعد كده خلاص شكرا، مش ده مش هيبقى اسلوبي. ليه؟ لان انا مش هديك مساحه استعاده سريعه للكره مني زي ما عملت معايا في الكاس. لو تفتكروا ماتش الكاس الشوط الاول للنادي الاهلي قدام الزمالك وصل لمرمى محمد عواد في الدقيقه 42، النهارده الوضع كان مختلف تماما والنادي الاهلي بعد ربع ساعه احكم سيطرته تماما على نص ملعب، واكيد اكيد اكيد اصابه المبكره لاحمد فتوح اخلت باوراق فيريرا شويه لان هو عنده اصابات كتيره وما عندوش دكه بدلاء، وبالتالي اجبر ان هو يودي عمر جابر على الشمال ويدخل سيد نيمار. ولكن بعيد عن هذا الامر النادي الاهلي امتاز في عمليه الضغط بطول الملعب واني اعمل حاجه من اتنين، لا غلطك لا استعيد انا الكره منك وادورها والعب اللعب بتاعي. النادي الاهلي الشوط الاول هدف التقدم من برونو سافيو جه من خطأ فادح لزكريا الوردي، بس الخطأ تم بسبب ايه؟ بسبب الضغط اللي عمله حمدي فتحي عليه، ضغط قوي جدا على حامل الكره. شوفوا عدت الهدف هتلاقوا ان كل لاعب في نادي الزمالك هنا اهو مع لاعب من نادي الاهلي. زكريا الوردي لعب الكره غلط، حسام عبد المجيد كان مش مركز مش باصص، هوب برونو سافيو ضغط وخد الكرة وعمل الار 2 بتاعته وقدر ان هو يحط هدف التقدم للنادي الاهلي. تاني فرص النادي الاهلي الشوط الاول كنت هتلاقي معظمها 3-3 4-4 هجمات قوية جدا 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 تحس فيها خطورة على مرمى نادي الزمالك. النادي الاهلي في كولر اتفرج بشكل كويس جدا على اخر ماتشين، واضح قوي اتفرج على الماتشين ودرس ايه المشكله عند الاهلي. طيب واحد من الازمات كانت عند النادي الاهلي وقدر مارسيل كولر يحلها هي احمد عبد القادر. احمد
عبد القادر واحد من مفاتيح اللعب الهجوميه للنادي الاهلي ولعيب مهاري جدا. طيب ليه الاهلي ما بيستفادش منه في الماتشات الكبيره دايما؟ لان هو ما بيلعبش اللعب اللي يفيد الفريق. طب ازاي نخلي احمد عبد القادر يلعب لعب مفيد للفريق ونغير الصوره المرسومه عليه في الفتره الاخيره؟ ان احنا نحطه على قد ما نقدر في مواقف واحد على واحد. يبقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعزل لعيبه نادي الزمالك عن ضغط على احمد عبد القادر، واسيب المساحه دي لاحمد قادر عشان يروح واحد على واحد ايا كان مين اللي معاه. ده احمد عبد القادر عنده المهاره الكافيه اللي يقدر يراوغ بيها ويخلق لنا فرص ويعمل لنا خطوره على المرمى. اول فرصه خطيره على مرمى محمد عواد كان السبب فيها احمد عبد القادر. امتى؟ بعد ما اتحط في موقف واحد على واحد مع مين؟ مع المسلوسي. اول ما حطينا الموقف ده احمد عبد القادر قدر يضحك على المسلوسي وياخده ويخش بيه المنطقه ويلعب الكره العرضيه لطاهر محمد طاهر اللي ضيعها. لكن الخطوره جاي من عند احمد عبد القادر. احمد عبد القادر لعبه النهارده كان في وجهه نظر ايجابي للغايه للفريق. ليه؟ لان هو عمل اللي الجهاز الفني طلبه منه. ده مش فكره، مش تصرف فردي من احمد، لا ده تعليمات من الجهاز الفني واضحه جدا ان انت هنحطك في مواقف واحد على واحد. لو سمحت استغل مهارتك لصالح الفريق، ودايما لما تخترق لجوه الكوره ما تتلعبش عرضيه، لازم الكوره تتلعب على مشارف المنطقه لزميلك اللي جاي من الخلف. طرق وافكار كان واضح جدا جدا ان هي ساعدت في تغيير شكل النادي الاهلي. الجزيري ربما دايما فيريرا بيحب ان هو يلعب بيه من ساعة ماتش 2-2 لو تفتكروا، لما كان بيعتمد على عمر السعيد كمهاجم صريح بدأ يتخلى عن الفكرة دي ويلعب بيه مهاجم وهمي اللي هو سيف الدين الجزيري، لأن هو بيساعده في طريقة اللعب بتاعته اللي هي إن أنا بقفل وبسيب الكورة وبعتمد على الهجمات المرتدة. والثلاثي المكون من زيزو وإمام عاشور وسيف الدين الجزيري عندهم سرعات يخلوني أعمل هجمات مرتدة ممتازة. سيف الدين الجزيري النهاردة وقع في شبكة ثنائية محمود متولي ومحمد عبد المنعم، زيرو تأثير. سيف الدين الجزيري لغاية لما خرج من الملعب ونزل بدال وشيكابالا ولا حس ولا خبر، انت مش حاسس بيه خالص. نفس الشكل اللي قدمه عمر السعيد في الشوط الاول في ماتش 2-2. ده بسبب ايه؟ بسبب الراجل اللي قاعد بره اللي بيفكر للنادي الاهلي. الراجل ده اتعزل باتنين مدافعين، وانس ان الكوره بتيجي سيف الدين الجزيري اقرب واحد بيروح له، مفيش مان تو مان. مفيش مان تو مان عند كولر. القريب هو اللي يروح. محمد منعم قريب روح. محمود متولي روح. وانا بامن وراك مع مساعده طبعا حمدي فتحي وعمر السليم من خط الوسط. فسيف الدين الجزيري اتمنع خلاص اتفصل. خطوره نادي الزمالك تبقى عند امام عاشور وزيزو. زيزو لعيب كبير ولعيب جناح وعنده فري رول هو امام عاشور، بيقدروا يخشوا جوه العمق ويلعبوا براحتهم ويعملوا ما يشبه دور صناعه اللعب. نادي الزمالك ما عندوش بلاي ميكر واضح، هو صناعه اللعب عنده متوزعه شويه عند زيزو شويه عند امام عاشور شويه حتى عند احمد فتوح زي ما شفنا في ماتش سيراميكا. وبالتالي ما تقدرش انت تقول ايه انا هلعب مان تو مان على صانع اللعب نادي الزمالك، هو مش واحد، هي متوزعه بنسب. وبالتالي واحده من الواجبات اللي كان لازم تتعمل برضو على لعيبه نادي الاهلي امام عاشور وزيزو يتم ابعادهم عن منطقه الجزاء بسبب التسديدات. لازم يبعدوا يشوطوا من بعيد بحيث انك تقلل الافشنسي او الاجاده في التصويب. شفنا امام عاشور في الشوط الاول بيحاول يصوب، لكن بيصوب منين؟ من هنا. ما عندوش، ممنوع ان انت تقرب من قدام منطقه الجزاء. انك لو قربت من منطقه الجزاء وانت بتمتلك مهاره التسديد تقدر تهدد المرمى. اتمنع امام عاشور والضغط كان قوي جدا من لعيبه النادي الاهلي من العمق، ممنوع فعلا، صعب قوي. امام عاشور شط واحده او اتنين بعاد تماما، ليه؟ الزاويه مقفوله، في ترسانه من اللعيبه قدامك، الرؤيه بالنسبه لك مش واضحه. وبالتالي النادي الاهلي منع كل الاسلحه الهجوميه لنادي الزمالك في الشوط الاول، اتمنعت. وعلى العكس قدر ان هو يستغل الخطا وكمان خلق فرص على مرمى محمد عواد. الشوط الثاني كنت اتكلمت فيها في كتير من الفيديوهات السابقه، نادي الزمالك عنده مشكله لما يروح اوضه اللبس بين الشوطين وهو متراجع في النتيجه. فيريرا بيحصل له كده نوع من البانيك، قراراته ما تبقاش فاهم هو عايز يعمل ايه، لان هو كمان بياخد ساعات قرارات متسرعه.
الشوط الثاني نادي الزمالك بدا يطير الفول باكس بتوعه عمر جابر وسيد نيمار، بداوا يتخلوا عن واجباتهم الدفاعيه ويعملوا زياده كبيره مع هجوم نادي الزمالك بدافع ان الفريق متاخر ومحتاج ان هو يرجع في النتيجه. حتى مع اضافه 2 لعيبه على الخطوط شفنا بعض الاستحواذ الزايد لنادي الزمالك مع بدايه الشوط الثاني، لكن الزياده دي هدفها ترجمه الخطوره، انك تعمل خطوره على مرمى محمد الشناوي. ده برضو ما حسيناش بيه قوي لان كل الكرات العرضيه دفاع النادي الاهلي كان واقف فيها بشكل مميز، ربما واحده راحت لزيزو مع بدايه الشوط الثاني شاطها فوق، لكن بخلال الفرصه دي كانت اقرب فرصه لنادي الزمالك بقى الفرصه دي الفرصه اللي سددها زيزو من بعيد وجت في العارضه من فوق. هجمات ما نقدرش نقول ان هي شبيهه بالمباراه اللي شفناها في الكاس، نادي الزمالك كان في الشوط الاول بس احرز هدفين واضاع حفنه من الفرص ساعتها. النهارده في خضم تقريبا 90 دقيقه كامله ربما اخطر فرصه فعليه لنادي الزمالك كانت الفاول اللي عمله ضربه ثابته اللي شاطها زيزو ومحمد الشناوي شالها، دي اخطر فرصه على المرمى ما بين الثلاث خشبات 90 دقيقه كامله بسبب ايه؟ بسبب الراجل اللي قاعد بره مارسيل كولر. قدر بالمنظومه الدفاعيه والالتزام التكتيكي اللي عامله انه يخلي النهارده مثلا علي معلول واخر فيه ثابتين تماما في التغطيه على الاجنحه، طاهر محمد طاهر قدم مباراه دفاعيه ممتازه، وربما طبعا لما بتقدم اداء جناح هجوم بيقدم اداء دفاعي قوي اكيد بياخد من الجزء او الشق الهجومي المطلوب منه. النادي الاهلي في نهايه المباراه بدا يقف على الكوره، وبرونو سافيو طبعا بخلاف الهدف الرائع اكثر من رائع اللي قدر يسجله في الشوط الاول، تحوله لجناح في الشوط الثاني بعد خروج عبد القادر ادى النادي الاهلي تواجد دائم في وسط ملعب نادي الزمالك. ليه؟ ان بقى عندك بلاي ميكر قفشه بيستلم وبيسلم كويس وبيوقف على الكوره بشكل كويس جدا، وبرونو سافيو على الجناح، والاثنين دول فضلوا محافظين على الاستحواذ للنادي الاهلي، وقفشه قدر يعمل الاسيست لكريم فؤاد في الدقائق الاخيره. انتصار مليون في الميه مستحق للنادي الاهلي بسبب الافكار التكتيكيه اللي انا شرحتها لحضراتكم لمارسيل كولر اللي تفوق تماما واكتسح فيريرا فنيا لاقصى درجه. فيريرا كان عاجز تماما في منافسه كولر في الافكار داخل الملعب، وقدر النادي الاهلي ان هو يوصل للانتصار المستحق مش بهدف واحد لا بهدفين نظيفين عشان يقدر يعوض هزيمه الكاس اللي نالها على ايد نادي الزمالك برضه، ويدينا مؤشر واضح ان وجهه نظري فيريرا طريقته واسلوب لعبه فيما هو قادم في الكره المحليه سواء دوري او كاس بقت محفوظه. خلاص الناس فهمت الاسلوب والناس فهمت ازاي يتم التعامل معاها، ومليون في الميه اي منافس نادي الزمالك الفتره الجايه هياخد شريط ماتش السوبر ده وهيتفرج يجيب لعبته هنطبق الاهلي بيعمله. هنقفل هنا اهو هنا اهو، وكمان نضيف على كده ايه ان الزمالك قدام الاهلي ما بيخطرش بالهجوم من اول دقيقه، لا نادي الزمالك في اي مباراه اخرى بيبقى مطالب بالهجوم باكثر عددا عشان عايز يتقدم، فبالتالي ده كمان يدينا مساحه ان احنا نعمل حاجات مرتده، ما نعملش زي ما الكابتن احمد سامي عمل ان هو لعب جيم مفتوح، جيم مفتوح في مغامره بدنيه وما تقدرش برده لعيبتك ما عندهاش الكواليتي اللي تلعب بيها قدام كواليتي لعيبه نادي الزمالك. الف مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز بكاس السوبر، هارد لك لنادي الزمالك. كنت معاكم كريم سعيد.